الأهلي والزمالك حبايب بالتعادل الإيجابي 1-1 في القمة 122 صور. انتهت مباراة الأهلي والزمالك بالتعادل 1-1 في المباراة التي جرت على استاد القاهرة الدولي في القمة 122 ضمن الجولة 21 من بطولة الدوري الممتاز. سجل هدف الأهلي صلاح محسن في الدقيقة 73 وتعادل فرجان ساسي لفريق الزمالك في الدقيقة 80. تشكيل الفريقين وضم تشكيل الأهلي بقيادة مديره الفني بيتسو موسيماني. حراسة المرمي محمد الشناوي. خط الدفاع رامي ربيعة، بدر بانون، محمد هاني، أيمن وأشرف. خط الوسط عمرو السولية، أليو ديانج، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، محمد مجدي أفشته. خط الهجوم محمد شريف. وفي البدلاء علي لطفي وياسر إبراهيم ومحمود وحيد وأكرم توفيق ووليد سليمان وصلاح محسن وكهربا ومروان محسن ووتر بوالية. بينما ضم تشكيل الزمالك بقيادة مدربه كارتيرون. في حراسة المرمى محمد عوادن. في خط الدفاع أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، محمود علاء، حمزة المثلوثي. في خط الوسط طارق حامد، فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو، محمود عبد الرازق شيكابال، أشرف بن شرقي. في خط الهجوم يوسف أوباما. بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من محمود عبد الرحيم جنش ومحمد عبد الغني وحازم إمام ومحمد عبد الشافي ومحمود عبد العزيز ومحمد أشرف روقة وإسلام جابر وحميد أحداد ومروان حمدي. واستبعد الجهاز الفني للزمالك كلا من أحمد نادر السيد ومحمد عبد السلام وسيف الدين الجزيري وأسامة فيصل.
ترتيب الفريقين. ويحتل الزمالك صدارة جدول الدوري الممتاز برصيد 45 نقطة بعد لقاء اليوم، في حين يحتل الغريم التقليدي النادي الأهلي المركز الثاني برصيد 41 نقطة وله مباراتان مؤجلتان.